والنصوص الوعيد قد تكلم عنها العلماء كقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، فأتت نصوص تحمل الوعيد الشديد وللعلماء فيها مآرب ومشارب. فالخوارج مثلا يرون أن مثل هذه النصوص مكفرة لصاحبها، وأن من فعلها فهو كافر بناء على معتقدهم الفاسد من أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم وهو في الدنيا من الكافرين. القول الآخر وهو للمعتزلة أنهم يقولون إن فاعل هذا العمل في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فلا نعطيه وصف الإيمان ولا نعطيه وصف الكفر، فهو بين بين. وبعض العلماء يقولون إن هذه النصوص يراد منها من استحلها، وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله من أنه لو استحلها من غير أن يفعلها فهو كافر. وبعض العلماء يقول إن عدم دخول الجنة المراد من ذلك أنه لا يدخلها في أول من دخلها فيعاقب على قدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة. وبعض العلماء يقولون هذا من باب الزجر والوعيد وليس مرادا. وبعض العلماء وهو أحسن ما قيل أن هذه النصوص إذا ذكرت ولا سيما العوام ألا يسهب فيها، بل تترك على ما هي عليه حتى تكون أردع وأزجر، فيبقى النص على ما هو عليه، لكن من سأل يجاب.